فيلم The Pilot A Battle for Survival. تبدأ قصة الفيلم سنة 1941 بمدينة موسكو بروسيا، وتحديدا بأيام الحرب العالمية الثانية، وكانت نيران الحرب بين ألمانيا وروسيا مشتعلة، ومدينة موسكو كانت أكثر مدينة مستهدفة للقصف الألماني بذيك الفترة. وبعدها نشوف شخص اسمه نيكولاي، ونيكولاي هو ضابط طيار روسي، ونشوفه هو يستهدف الألمان بالغارات الجوية، وبعد ما يكمل القصف يرجع لموسكو. وبهاي الأثناء يشوف أكو اثنين سراق وهم يبوقون بنية، فنيكولاي يروح عليهم ويحاول ينقذ البنية من عندهم، بس السوء الحظ السراق ياخذون الفلوس من عندها ويهربون، والضابط نيكولاي يحاول يلحقهم بس السراق يبتعدون وما يقدر يلزمهم، فنيكولاي يرجع للبنية وينطيها الفلوس على مود يساعدها، لكن هي ترفض وتعوفه وتروح. اما حاليا فنروح المدينة اسمها ويسترن فرونت، وتحديدا بديسمبر سنة 1941، ونشوف ثلاث طيارات من الجيش الروسي، وهذن الطيارات كانن بقيادة نيكولاي، وهم عندهم مهمة انه يضربون قافلة للجيش الالماني مكونة من الدبابات ومن مضادات الطيران، وبالفعل يقدرون يضربوهن ويدمرون البعض من عدهن بكل شجاعة وذكاء. فالجيش الالماني سيطر على الوضع لان العدد مالتهم كان ضخم، فيقدرون يردون على الهجوم ويرمون الطائرات بالصواريخ، وبالفعل قدروا يفجرون طيارتين بالجو، وما تبقى بس طيارة نيكولاي، والطيارة مالت نيكولاي كان بها هو والمساعد مالته اللي يكون اسمه شوتا. وبهاي الاثناء يكتشفون ان طيارتهم انصابت، بس نيكولاي سيطر على الوضع وما يخلي الجيش الالماني يفجر طيارته، فنيكولاي وشوتا خلوا الطيارة تهبط بمكان قريب جدا من الغابة وما خلوها تنصدم وتنفجر، وبعدها ينزلونها من الطيارة ويشوفون الطيارة وهي متضررة وما راح تقدر تطير لان هي شبه مدمرة. فنيكولاي يقرر انه يحرق الطيارة لان الجيش الالماني من يشوفها محترقة راح يقولون ان هم ماتوا بداخلها اثناء القصف، بس للأسف قبل ما يسوون اي شيء يجون الجنود الالمان ويحاصروهم، وشوتا يتذكر انه باقي شوية ذخيرة بالسلاح الموجود بالطيارة فيصعد بها ويبقى يضرب بالجنود الالمان، ونيكولاي يستخدم المسدس مالته وبالفعل يقدرون يوقعون عدد قليل من الجنود، لكن هنا تخلص الذخيرة مال سلاح الطيارة، ويبدأ نيكولاي يستخدم الخطة مالته وهي انه يفجر الطيارة، بس الجنود الالمان يكثرون ويحاولون يقتلوهم ويبقون يضربوهم بالمدافع والرشاشات، وبسبب المدافع ينصاب نيكولاي برجله ويغمى عليه، لكن شوتا يبقى متمسك بيه وما يعوفه ويشيله على ظهره ويبقى يركض بيه، وفعلا يقدر يبتعد عنهم. بعدها شوتا يوصل للبحيرة ويسمع صوت رصاص الالمان، فيشوف نيكولاي وهو مغمى عليه ورجله تنزف كلش هوايه، فينجبر انه يخلي نيكولاي على قطعه من الثلج ويكسر القطعه ويخليها تروح للجهه الثانيه، وبعدها شوتا يطلع المسدس مالته ويحاول يقتل اي واحد على مود يلهيهم ويحصل وقت نيكولاي حتى يوصل للجهه الثانيه. ولما يقعد نيكولاي يشوف نفسه على قطعه الثلج ورجله جاي تنزف ويحاول انه يصيح شوتا، بس هو ما يقدر لانه يشوف الجنود الالمان يجون عليه، والجنود الالمان يبقون يضربون عليه الرصاص، بس هو يقدر يتفادى الرصاص وينزل للمي، وبعدها يسبح ويروح للجهة الثانية وفعلا يقوم يركض ويبتعد عنهم، لكن الجنود الألماني يوقفون اطلاق الرصاص ويقررون يروحون للقائد مالتهم ويبلغوه على وجود نيكولاي. وبهاي الأثناء نيكولاي يقدر يبتعد عنهم شوية، وهو ما قدر يبتعد كل الشهواية بسبب الشظايا اللي موجودة برجله، فيقعد بنص الغابة ويطلع الجنطة اللي شايلها، وهاي الجنطة بها خارطة والمسدس مالته وياها سكينة، ولما يجي الليل يعلق نار ويدفي نفسه شوية وينشف ملابسه ويبقى يباوع على الخارطة ويشوف انه هو وين وش قد يبعد عن مركز القيادة مالته. فهنا نيكولاي يذكر البنية اللي نقذها من السراق ويعرف انه اسمها أولكا، وهي تشتغل بحفر الخنادق حتى تحمي نفسها وتحمي الناس من القصف الالماني. وبهاي الاثناء نيكولاي ينطيها الاكل والمي، وأولكا تستحي من عنده فتاخذه وتشكره على لطفه. ويجي ثاني يوم نيكولاي وهو بالغابة وهو شبه عالة جرحه، لكن هو ما قدر يطلع الشظايا من رجله لان ما عنده الادوات الكافية اللي تساعده بهذا الشيء. وبهاي الاثناء نشوف نيكولاي وهو ما عنده اكل او مي، فينجبر ياكل العشب الموجود بالقاع ويسوي نار ويموع الثلج على مود يشرب المي. وبنص الليل يكون هو نايم ويم النار فيسمع صوت خطوات جايه باتجاهه، ولما يقعد من النوم يتفاجئ بوجود ذيب، وبسرعه هذا الذيب يهجم عليه ونيكولاي يشمره باتجاه النار ويحرقه ويقدر يبعد عنه. بعدها يشوف قطيع من الذئاب ويعرف انه هو محاصر من قبل الذئاب، فنيكولاي يطلع المسدس ويضرب واحد من عندهم والذئاب تخاف وتروح بعيد عنه. ويجي ثاني يوم نيكولاي ويبقى يمشي على مود يبتعد من الألمان، ولما يقرب من حدود مدينة موسكو يشوف الذئاب وهم يلحقونه، فيركض بكل سرعته لحد ما يدخل بوسط الأشجار، والذئاب ما يستسلمون ويبقون يركضون ورا، لكن السوء الحظ نيكولاي يشوف قدامه سيطرة للجيش الألماني ويبقى متحاصر بين الألمان وبين الذئاب، بس فجأة تجي طيارات روسية وتضرب الجيش الألماني، والذئاب تخاف من الصوت وتنهزم، ومن كثر الضرب المتبادل بين الجيش الروسي والجيش الألماني، واحد من الجيش الألماني يخاف من القصف فيركض ويروح يقتل يم نيكولاي، لكن نيكولاي لما يشوفها قبل
ما ينطق الجندي بأي كلمة يقتله، وبعدها نيكولا يهرب من المكان ويبتعد باتجاه الغابة. وبعد انتهاء القصف وهدوء الأجواء يجي قائد الجيش الألماني ويشوف الجثث كلها، فيستغرب كل شهواية لأنه يلقى واحد من الجنود مات برصاصة مسدس، ويعرف أن الطيار الروسي بعده عايش، وعرف هو اللي قتل هذا الجندي، فيقرر أنه يدور عليه بالغابة على مود يلقي. وهسه نرجع لنيكولاي وهو اللي تكون حالته الصحية متدهورة بسبب الجوع والبرد والعطش، وأيضا بسبب الشظايا اللي موجودة برجله واللي خلته يفقد دم كل شهواية. ويكون هذا اليوم هو اليوم العاشر وهو موجود داخل الأراضي اللي مسيطر عليها من الجيش الألماني، فنيكولاي يجوع كل شهواية فيبقى يمشي بالثلج حتى يوصل للمناطق الآمنة، لكن فجأة يشوف سمكة ويروح عليها ويفترسها بسبب الجوع. بعدها يتذكر خطيبته أولكا، ونعرف أن أولكا قبل الحرب بسنوات كانت تشتغل بمسرح مشهور جدا، والمسرح انقفل بسبب الحرب وبسبب قلة الفلوس، وايضا بسبب الظروف اللي مرت بها روسيا بذاك الوقت بقت تشتغل أولغا بحفر الخنادق. اما هسه فنرجع لنيكولاي اللي يكون جرح رجله ملتهب، لكن الذئاب يطلعوا له للمرة الثانية وهو يبقى يزحف لان هو ما يقدر يمشي، فيوقع بحفرة بالغلط والذئاب تتجمع فوق الحفرة، فنيكولاي يحاول انه يسوي نار على مود يبعدهم عنه، بس الحفرة تكون ضيقة وكثرة الدخان تغنق نيكولاي ويغمى عليه. وبعد مرور بعض الساعات يقعد نيكولاي ويشيل المسدس مالته، وفجأة ذيب يدخل عليه ويبدا يعظه من ايده، بس نيكولاي يستخدم الخشبه اللي موجوده يمه ويضربه ببطنه ويقتله، لكن عضه الذئب اذته كل شهوايه وايده بقت تنزف، وللمره الاخ يرجع يغمى عليه. ولما يقعد يشوف نفسه هو بعربانه ومغطى بالزرع، ومن يقعد يلقى رجال روسي ماخذه، وهذا الرجال الروسي عايش بالمناطق المسيطر عليها الالمان وهو يريد يساعد نيكولاي، ونيكولاي يفرح كل شهوايه من يعرف، والرجال يقول له انت لازم ما تطلع صوت على مود اقدر اوديك لموسكو. فبقوا يمشون المسافه. بعدها يجون جنود اثنين ألمان ويوقفون الرجال الروسي ويقولوا له انت شنو شايل بالعربانة، ويقول لهم انه انا قتلت الذيب واني هذا شايله وهاي الاداة اللي قتلت بيها. وبعدها يعفوه يروح لبيته، ولما يوصل لزوجته يدخلون نيكولاي بداخل سرداب، وهذا السرداب بجنود اثنين روسيين، وايضا انقذهم هذا الرجال الروسي من ايد الجيش الألماني، ومن ضمنهم دكتور، فيجي الدكتور يبدا يعالج نيكولاي من اصابته. وبهاي الاثناء يجي قائد الجيش الألماني وينطل الرجال الروسي شغله على مود يسوي لها، يعرف ان الرجال الروسي حداد، لكن هنا القائد الالماني يشوف الام وبنتها وهم شايلين معهم مرتبكين، فالقائد الالماني يوقف يم الروسي على مود يكمل شغلته، لكن فجاه يقعد نيكولاي من حاله الاغماء، وبسرعه الدكتور يخلي ايده على حلقه على مود ما يحكي ولا يصرخ حتى القائد الالماني ما يسمعهم، لكن هنا القائد الالماني يسمع صوت حركه جايه من السرداب، فيسال الحداد عن هذا الصوت، فيقول للروسي انه هذا الصوت بسبب الفئران، لكن القائد ما يصدقه، فيطلع سلاحه ويضرب رصاصه باتجاه السرداب، والرصاصه خلشت الدكتور، لكن على الرغم الدكتور بقى ساكت وما طلع اي صوت. والقائد بعد ما تأكد انه ماكو صوت ياخذ المعون اللي كانت شايلتها الام وبنتها ويطلع من المكان، ولما يطلع يشوف اكو دم بالمعون، فيتأكد 100% انه اكو جنود روسيين بالسرداب. ولما يرجع مرة ثانية وينزل للسرداب ما يلقى احد، ونعرف ان الروسيين طلعوا ويا نيكولاي ويحاولون يبتعدون من الجيش الالماني، فهنا ينزل القائد ويلقى اثرهم بالسرداب ويبدا يستجوب العائلة، والعائلة كلها تعترف بفعلتها، والقائد يعرف ان هم 3 جنود وواحد من عندهم مصاب وعندهم سلاح واحد، فيقرر يحرق بيتهم ويشنقهم كعقاب لهم. بعدها يطلع القائد ورا 3 جنود الروسيين، وفعلا قدروا يشوفوهم من مكان بعيد ويبدون يلحقوهم من خلال اثرهم اللي بقى على الثلج، بس الحسن حظ نيكولاي تصير عاصفه قويه وتمحي اثرهم، والعاصفه تنطيهم فرصه على مود يهربون من الجنود الالمان. وبعدها القائد يتفرق هو والجنود اللي وياه، وكل واحد يبقى يدور بجهه، فهنا الجنود الروسيين يخلون نيكولاي بمكان قريب يم الشجرة ويخلون فوقها ثلج على مود ما حد يشوفه، وهم يروحون يقتلون بمكان ثاني، لكن للأسف القائد يشوف نيكولاي ويوصل للمكانه، بس هنا نيكولاي يقعد من نومه ويطلع سلاحه ويقتل القائد، أو واحد من الجنود اللي كانوا ويا نيكولاي يقول للدكتور ان هم لازم يعفون نيكولاي للألمان لان هو قتل القائد مالتهم، والجنود الألمان راح يبقون يدورون على القائد مالتهم واحنا راح نموت بسببه، بس الدكتور يرفض يعوفه لوحده، والجندي قرر يعوفهم ويروح لوحده. وبعد لحظات الجندي اللي عافهم يلزموا الألمانيين، فيعترف لهم ويقول لهم أنه نيكولاي هو اللي ضرب القائد، لكن هم ما يصدقوا ويضربون عليه الرصاصة ويقتلوه. وبهاي الأثناء نروح للدكتور
الدكتور اللي معاف نيكولاي، وبعد مدة من التعب والإرهاق أخيراً يوصلون للمكان اللي بيه الخنادق الروسية. بس للأسف أول ما يوصلون للخندق تجي رصاصة وتقتل الدكتور، وعلى أثرها الدكتور يموت. وبعدها نيكولاي ينقلونه للمستشفى، ونعرف إنه نيكولاي انصاب بالجنجري برجليه الاثنين، وهالشي صار بسبب البرد وبسبب الشظايا اللي بقت أكثر من 10 أيام برجله وبسبب الدم اللي فقده. وأيضاً نيكولاي انصاب بالتهاب رئوي حاد، وإيده كانت مصابة بسبب عضة الذئب، وحالته كانت كلش صعبة. والدكاترة اللي كانوا موجودين بالمستشفى العسكري كانوا يحاولون يعالجونه وما فقدوا الأمل. وبعد مدة من الوقت يقعد نيكولاي، وللأسف يعرف إن هم بتروا رجليه الاثنين بسبب الجنجري، وبسبب هذا الشيء تسوء حالته النفسية. هو ما قدر يتقبل فقدان رجليه الاثنين، وبسبب اللي صار له بالغابة والمواجهات الصعبة اللي مرت به يتكائب ويفقد الأمل بحياته. بعدها نشوف ممرضة وهي تشوف الملف مالت نيكولاي، ونعرف إنه نيكولاي تربى بميتم. وبعد مرور أيام يشوف جنود هواية دمرتهم الحرب، ولما يشوفهم تزداد حالته سوء. وبعد مدة تخلص الحرب فوز روسيا وخسارة ألمانيا، وكل هذا الوقت نيكولاي بالمستشفى ويحاول يرسل رسالة لأولغا، لكن هو يتراجع لأن هو شاف نفسه عاجز عن كل شيء وما يقدر يمشي، وإذا عاش وياها فرح يصير ثقل عليها. وكان يفكر إنه أولغا بعد ما تحبه من تشوف رجليه مبتورات. لكن بهاي الأثناء نشوف أولغا وهي كل يومية تدور بصندوق البريد على أمل إنه تلقى رسالة من نيكولاي، بس طول هاي المدة ما توصل لها ولا رسالة، وهي حالتها تكون سيئة لأنه عبالها نيكولاي مات. وبعد فترة نيكولاي يرجع لأمل بسيط بعد ما الممرضة تجيب له أرجل صناعية وتقول له إنه الدكتور راح يدربك على استخدامها، وتقول له إنه بمرور الأيام راح تقدر تمشي بشكل طبيعي. وبنفس اليوم يصير مسرح، وهذا المسرح صار على مود يرفه عن الجنود المصابين وينسيهم اللي صار وياهم بالحرب. وأيضا بهذا المسرح تكون وياهم أولغا، ونيكولاي رافض إنه يطلع لأن هو يعرف إنه وياهم أولغا. ولما يسمع صوت أولغا وهي تغني بحزن ما يتحمل يبقى يسمع صوتها، فيلبس الأطراف الصناعية وهو ما متدرب عليهن ويحاول يمشي بيهن، لكن ما يقدر ويوقع، فيبقى يزحف لما يوصل للشباك ويشوف أولغا، لكن هو ما يقدر يصيح لها لأن هو خجلان من نفسه. وبعدها تخلص الحفلة وتروح أولغا من يم المستشفى، ونيكولاي يرجع للحماس والأمل وبقى يتدرب أكثر وأكثر حتى يقدر يمشي على الأطراف الصناعية، وتجي وياه ممرضة وتساعده على المشي على مود يقدر يحقق حلمه ويرجع يعيش حياته بشكل طبيعي. وبيوم من الأيام نشوفه هو دا يمشي بحديقة المستشفى، فيشوف أولغا بالصدفة وهي كانت تتوزع تذاكر مجانية على مود يجون للمسرح، فلما تشوفه تعوفه وتمشي، بس ترجع له لما يقول لها أني بترى وأقدام الاثنين وأني كنت مستحي من عندك لأن أني أخاف أكون ثقل عليك، وهي ترجع عليها ركض وتحضنه. وبعد مرور الأيام نيكولاي يتزوج أولغا وتمشي حياتهم بصورة طبيعية. وبعد فترة من الوقت نيكولاي يرجع لمهنته ويرجع طيار حربي، وبسنة 1943 يشارك نيكولاي بأول مهمة طيران إله بعد الحادثة، ويكون هو قائد سرب الطيارات ويروحون وينفذون المهمة بدون أذى أو ضرر لأي طيار. ولما يهبط بالمطار كل الجنود يحيوه على تضحياته لأجل بلده، ولهنا تكون نهاية الفيلم.